بيتزا بالجلاش لذيذة كده وهتخلص معاكوا هوا يعني. الأولاد هينبسطوا منها جدا. أنا هعملها باللحمة عشان تبقى غدا غدا بقى. عايزين تعملوها بالجبنة، تعملوها بالتونة، عايزين تعملوها أي حاجة زي ما أنتوا عايزين. أنا حتة لحمة مفرومة كده هعملها عشان تبقى إيه غدوة، تمام؟ هعصج اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مسخنة الطاسة قوي. أنا هبرد التاني ولا إيه؟ حط فيها ايه اللحمه، قطعه اللحمه كده ايه انا حطيتها دي، قلت ايه اعمل بلحمه النهارده بحيث ان ايه انت ممكن تبدلي اللي انت عايزاه. قولي قولي ماشي. وبعدين هتحطي تونه، تحطي جبن، تحطي فراخ، تحطي اللي انت عايزاه. انا مش عايزه تحطي حاجه خالص، تحطي شويه جبنه على شويه فلفل ممكن، تمام؟ ايه كمان ايه كمان ايه كمان، بس انا قلت تبقى غدوه يعني كده كده ايه فيها كل حاجه كده لطيفه قوي مع الحاجات الحلوه اللي احنا عاملينها دي. لذيذه وغدوه وغدوه مستحبه. انا كده حطيت اللحم مفرومه. خلي بالكم من تحبيش الحاجه، يعني دايما حبشوا الاكل. بصوا بقى هناخد ده كده، ممكن ناخدها كده اصلا عشان نريح نفسنا، ونقطعها وغنونه بس كده عليه. ماشي، انا حطيتها من غير حاجه في الاول، هي نزلت دهونها كده بالشكل ده، تمام؟ انا عندي بقى ايه البصله الاول معاها، بعد كده اهو احط البصلايه. نقلب شويه كده معاها، سنه بهارات، سنه جوزه الطيب، اي بقى قرفه، جنزبيل، اي بهارات بتحبيها. هحط بقى هنا ايه عصير طماطم، قولي كده كوبايتين. ماشي، كوبايتين عصير طماطم، واظبط ملح وفلفل. تاني؟ لا ما حطيتش ملح الاول، ما حطيت فلفل بس. اتكلم ورد على نفسي معايا في الايه في الخطه الخمسيه دي. معايا هنا كده ايه نص كوبايه لبن. ماشي، بيضه من الكتكوت الجديد بتاعنا ده، جاي لنا ضيوف النهارده اهم جداد، خدت منه البيضه بتاعته، هو اللي جاي لنا زياره بيها مش عايز يرجع فاضي. وشويه ملح وفلفل، معلقة دي كبيرة، يبقى هنا في ايه نص كوباية لبن وزيادة شوية، معاها بيضة، معاها ملح وفلفل، معاها معلقة كبيرة من الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادهن بيها صينية البيتزا او صينية اي صينية بقى مش مشكلة يعني. ماشي، وهروح منحكشة فيها الجلاش كده اهو، فرفريه بعيد عن بعضه كده، هنبدأ بقى ايه تكلمينا تاني. مش هناخد كل المقدار عشان احنا قللنا الكمية، هقسمها على صينيتين، فاروح واخدة دي كده ما اضطرهاش قوي، وبعدين ابداي ايه اضغطي كده بيها بالشوكه. بلي بلي كل الجلاش ده اهو بالشكل ده، هو بعد ما يتبل بقى بتعرفي ايه تسويه حلو. بصوا اهي مع الطماطم بقى فيها شويه صوص، هنزل عليها الفلفل الرومي، بقول لكم كله مره واحده، هنزل عليها الزيتون. ماشي، هنزل عليها سن الثوم،
معلقه صغيره هنزل عليها الزعتر، ده اختياري، كلها ماسكه ببعض اهو واهو. تمام، وهدخلها الفرن في منتهى البساطه، ومش هتاخد وقت معايا خالص خالص، يعني دي 10 دقايق هتكون مستويه. يعني بصوا غدوه، يعني لو عندك لحمه معصجه في الفريزر هتطلعيها هتعمليها هوا.